المشكل ديال يا اختي هاد الناس هادو ما داروش معنا حل. تسنينا حنايا هاد الناس هادو بانهم يديروا معنا حل، تيقولوا لك تسنى صيفطنا في واحد الطلب في السيت ديالهم همايا ودفعنا في الطلب في السيت ديالهم همايا، تيقول لك اسيدي حنايا تسنى تندرسوا هذاك الشيء. وانايا عندي عائله تتسناني في ايطاليا، عندي دريه صغيره عندها عام وشهرين، وعندي الزوجه ديالي تمايا، وعندي دار مسؤوله عليا، وانا اللي تنخدم في الدار، المراه ديالي مريحه في الدار. وهذوك الناس هاد الناس هادو ما داروش معنا حلول، لانهم تيقول لك حنا تسنينا. دابا القرار اللي خرج دابا من جديد بانه خاصهم زيادوا شهر و10 ايام ثاني عند السنه، وانايا الطالياني مول الدار تيعيط ليا في التليفون تيقول لك اش عندير معاك، عيد فعوني المحكمه، يخرجوا لي ولادي عائلتي. انا تنبيع ونشري، عندي طوموبيل وكاميو ديالي تمايا، عندي لاسورانس، عندي كراج، عندي الدار. هاد الناس ما بغاش يديروا معنا حل، لان هاد الناس هادو تيقول لك سير الوزاره، حنا ما عندناش مشكل. القنصليه الايطاليه ما تقولش انا عندي مشكل، عندي مشكل وزاره خارجيه. ملي دفعنا في السيت ديال الوزاره الخارجيه تيقول لك حنا راه تندرسوا في الموضوع ديالك، امتى تدرس الموضوع ديالي؟ هاد الناس خاصهم يديروا معنا حلول، لان حنا هاد الناس هادو راه تنعانيو. حنا ملي كنا مقيمين في اوروبا تيقول لك مرحبا بالجاليه المقيمه في اوروبا، وترحبوا بنا في 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 الديوان هنايا، وتيديروا علاش؟ لاننا جايبين تنجيبوا العمله الصعبه، تنحاولوا هنا. راه اي واحد هنا تيعاونوا العائلات ديالهم، راه بزاف الناس هنا تيعانيو. انا دابا خصني نخرج نطلب، ولادي غيبقاو متشردين تما، نبقى متشرد انا هنايا في ايطاليا. المراه ديالي لا مرضات، شكون اللي عايش يديها؟ شكون هذيك الدريه؟ شكون اللي عايش يحداها؟ حتى واحد ما يحداها. هاد الناس هادو بغيناهم يديروا معنا حل، ونتمنوهم سيدنا يدخلنا في الموضوع، لان هذا راه موضوع حساس، لانهم ما فاش تيخطبوا تيخطبوا عير القرار ديال الدوله، وتيشوفوا بان الناس يخطبوا بان خاصها تدخل الدار، خاصهم ما يخرجوش من الدار، خاصك ما ديروا. احنا سيدي مرحبين بهذا القرار، احنا مواخدين تنديروا احتياطات اللازمه، ولكن حتى انتم خاصهم يحسوا بينا، لان احنا انت مسؤول، خاصك ضروري تفكر فينا حنايا، لانك انت خاصك تشوف مصالح ديال الشعب، ماشي من الشعب الداخلي، خاصك تشوف حتى مصالح الشعب الخارجي، الناس اللي خارجه على برا اللي تخدم في خارج، الناس ديال الخفاء اللي برا اللي تصيفطوا العمله تعاونوا والديهم تعاونوا كل شيء، ونتمناوا من الله بان سيدنا دخلنا في الموضوع. دخلت في مارس 5 وجيت نشوف واحد الوالد توفى قبل المرض، وحصلت هنا وخليت الدري صغير عنده عامين ومو ما عرفش اللغه، وتعرم عليهم الكرا وقريب يقطعوا عليهم الضو، ما لقينا حتى حل. دفعنا الدوموندا لهادو ما جاوبونا، ما كاين حتى شي حاجه لحد الان، ديما غادي جاي ولكن ما كاين حتى حاجه. والمشكلة عندي المرأة ما كتعرفش اللغة، ودفعت الدوموندا وما خرجاتش ليها، وغيخليهم دابا في الظلام الضو، مازال الكرا نقدر تنمشي ونشوف، وما لقينا حتى حل. ديما كنجيو هنا الأيام كاملة، ديما كنجيو القنصلية، حتى واحد ما كيعطيك شي حاجة. شحال أنت هنا في المغرب؟ دخلت أنا في مارس نهار 5 وأنا هنايا حاصل. هذا هو واش صيفط الدوموندا الأولى، لحد الآن باقي ما جاوبونيش، وديما كنجي هنا ما كندي والو. رمضان ديما يوميا كنجي للمدينة ما كاين حتى حل. لحد الآن احنا ما فهمناش، خفنا نمشيو للباطول هي ونولوا حاصلين ما نقطعوا ما والو، ما عطاونا حتى شي حل اللي غادي نديروا. ما المشكله عندي المراه ما عارفاش، والضو والكرا بلا اش اصدقاء هما اللي كيديو لهم يتقداو لهم الماكله. عندك مشاكل في العمل ديالك في ايطاليا؟ ماشي مشكله، انا خدام حر، انا عندي المشكله في الدري صغير امه، هذا هو المشكل الكبير. الخدمه وقت ما مشيت غادي نخدم، ماشي مشكل. شنو الطلب ديالك؟ والوراق ديالي غيوفاو 20 في هذا الشهر هذا، وتا هما غيوفاو لهم تما 20 في هذا الشهر، وما غاتعرفش هي تدفع الوراق وداك الشيء. الطلب ديالي هو يديروا معنا شي حل، بغينا نمشيو. كاين اللي انا هو حنا بغينا نقطعوا نمشيو حالنا من شهر واحد وحنا هنا، ما كاين حتى شي حل. قال لك كتب ايميل وتسنى يجاوبوك، كتبنا ما جاوبوناش. جينا دابا هنا القنصله باش يخرج شي مسؤول يهضر معانا ولا ندخلوا، ما كنشوفوا حتى شي واحد. ما جلسوش معاك مع الطاوله ما كنشوفوا حتى شي واحد، كيهضروا مع البوليس، كيخرج بوليسي كيقول لك اشنو كاين، تسناو كتبوا تسناو، حنا كتبنا كنتسناو، وما كاين حتى شي حاجه. مخلينا اشغال ديالنا اللي هي مخلين تابعنا شله. شنو خليتي تسمى الاسره ديالك ولا العمل؟ لا الاسره مخلي العمل ديالي، مخلي الكرام، مخلي كل شيء تابعني تما، باقي ما حنا حاصلين هنايا، ما داروا معنا حتى شي حل. بغينا نمشي وما ما عرفناش كيفاش. شحال في المغرب؟ دابا انا من شهر واحد وانا هنا، من شهر واحد وحنا هنا مازال ما داروا معنا حتى شي حل، ما كاين لا جواب من عندهم لا حتى شي حاجه. يقول لك ادخل وكتب وصيفط لينا وحنا غنجاوبوا، ولكن ما كاين حتى شي حاجه.